السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. اليوم المهمة الجديدة اصدقائي التوجه اللي هو بغتنا احد الضواري اصدقائي نفر منه بنجاح، اختار فرار. لقد فررنا بنجاح منه اصدقائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايكات وكومنتات اصدقائي في القناة. مهمة اليوم أصدقائي الآن تفقد الحفرة الموجودة بوادي الألاسكا الصخري. سكين، انظر هناك شخص ما باريوس وراكب وحوش. حارس ممر المدونون. حسنا، مرحبا، أنا فينا وفروست فانج، تسرني رؤيتكما يا رفاق. أهلا بعودتكم. هل هذا راثا؟ بينجو، إن رفيقي وراثا هما سادة التحليق الآن. حقا، حسنا، هذا رائع، ولكن راثا هو ماذا عنه؟ ماذا بخصوص من؟ كل ما راه هو أطراف قطة لطيفة وردية جدا، لطيفة جدا. أريد عناقا حنونا. أوه نعم رفيقي يا أفينا، تبدين كأنك ضائع للعالم في منطقة الأطراف اللطيفة الخاصة بك. آسفة بشأن ذلك. إذا من هم أصدقائك؟ كايل وتسوكينو. يعمل كايل صائد وحوش. صائد وحوش، فهم. على أي حال، لماذا عدتم؟ تظهر المزيد والمزيد من الحفر في كل مكان وتغير لون الضوء المنبعث منها. نحن هنا للتحقيق في الأمر. يوجد وحش في قاع تلك الحفر، ونعتقد أنه سبب هذه الحوادث. إذا يوجد وحش متورط في الأمر بطريقة أو بأخرى، كان لدي شعور بأن الأمر قد يكون كذلك. يبدو أن لون الضوء المنبعث من الحفر يتغير مع كل يوم مقبل. تصرف المزيد من الوحوش بعنف. بما أنك هنا، قد أحتاج لمساعدتك. هل تعتقد أنه يمكنك تفقد هذه الحفرة القريبة من هنا؟ أيضا أعتقد أنه عليك مراقبة راثا عن كثب. راثا؟ أو بالتأكيد، لماذا؟ كل ما في الأمر أنه يبدو على غير طبيعته. يبدو بخير، تعتقدين ذلك؟ يبدو بخير. هل يمكننا الالتقاء عندما ننتهي؟ أجل، فلنفعل هذا. حسنا أصدقائي، نستمر في المهمة ونتفقد الحفرة الموجودة بوادي الألاسكا. يوجد الكثير من الضوار الجديدة هنا أصدقائي. نستمر في التقدم. بدأت أفينا منتبهة كما هو الحال دائما. تعالنا نذهب إلى الحفرة بالفعل. اصطدمنا بأحد الطوارئ أصدقائي، نرسكيلا. اختار فرار الآن، معها كونجا 2. حصلنا عظمة الغاشم حرف صاد. نستمر في التقدم أصدقائي ونتفقد الحفر، فلنرى ماذا يوجد. ليس لدينا وحش يمكنه مساعدتنا هنا. يوجد صندوق، نفتح الصندوق. شريحة اللحم الشهية عدد 3. يبدو الطريق ليس من هنا، من الأسفل. سنذهب إلى الأسفل أصدقائي، نعود أدراجنا إلى الأسفل. يوجد كونجا زهري هنا، أيضا كونجا آخر، وكونجا آخر أيضا.
نستمر في النزول إلى الأسفل ونرى أين سنذهب الآن. يجب أن تكون حفرة الألاسكا أمامنا مباشرة. علينا إيجاد أولترا وإيقافه لنبدأ التحقيق. زنغوريا تصطدم بنا من خلفنا أصدقائي، لكن حاليا سأفر منه. زنغور، ليس لدي الوقت لمواجهة زنغور. ها هو الطريق من هنا على اليمين. نستمر في التقدم على ما يبدو اقتربنا من الحفرة. ها هي الحفرة هنا أصدقائي، والضوء المنبعث منها. لا يدفئ الجو أبدا في الألاسكا، أليس كذلك؟ جو بارد جدا هنا أصدقائي. هل أنت بخير؟ أصبح شاربي مثل رقاقات الثلج. تتحول أصابع قدمي إلى مكعبات ثلج صغيرة. ألا يهتم أحد بفلان يتجمد من البرد هنا؟ لن تكون لديك الطاقة لتشتكي إذا كنت متجمدا في الفيح. كايل أفحم. الأرض، على ما يبدو يوجد وحش هنا أصدقائي، وسيخرج لنا شيء ما يخرج من الأرض الآن. هو على ما يبدو وحش. يا إلهي، أنا متأثر بالأشعة المتقدة. ما الخطة يا رفيقي؟ أنصت، لا يمكننا مهاجمته، أليس كذلك؟ علينا أن نبتعد عن درعه الجليدي قبل أن يطلق المزيد من أنت تعرف ما تفعله. هذه الأساسيات التي يعرفها أي صائد وحوش. صحيح، لنذهب. على ما يبدو ستكون معركة حاسمة أصدقائي مع الوحش الجديد. اختر عليك اتباع استراتيجية كايل في هذه المعركة. يجب علينا اختراق درعه الثلجي. سنختار هجوم القوة أصدقائي. أوه، نسيت أستخدم الرزاز الساخن. الوحش يهجم بقوة أصدقائي، نستخدم الرزاز الساخن في البداية. هو الرزاز الساخن للجميع. راثا يهجم كي لا يتضرر من الوحش. مواجهة المجمدة من الوحش. استخدم عناصر أصدقائنا، استخدم جرعة عملاقة، استخدمها على لعبي. راثا يهجم أيضا، انفجار متجمد من قبل الوحش. تضرر الجميع أصدقائنا. اختار عناصر مرة أخرى، نختار مسحوق الحياة مرة أخرى. سيتضرر الجميع. كالي سعيد طاقته. النصر لراثا. يهجم الوحش بقوة أيضا، طلقة القوة من كاي. حسنا، نستخدم هجوم القوة مرة أخرى. 138 نقطة، 121 نقطة لراثا. يستعد الجميع. هجمة قوية جدا من الوحش. لقد حطمت درعه وقت بدء كل طاقتنا. بذل كل طاقتنا عفوا. العناصر، نستخدم مسحوق الحياة مرة أخرى. يستخدم جرعة عملاقة على راثا. يهجم هجمة قوية على الوحش على راثا. 351 نقطة. العدو غاضب جدا الآن، كونوا مستعدين. استخدم الركوب أصدقائي، مهارة الاقتران مع راثا، ونهجم على الوحش. غطس مرتفع جدا، ويتأثر وحش. 806 نقطة. اختار الوحوش، تبديل الوحوش أصدقائي. نختار زنغور. وين زنغور؟ أي زنغور. اختار هجوم السرعة أصدقائي، نهجم على الوحش.
تعادل مع الوحش. قوة الطلقة السريعة من كايل، هجمة قوية من كايل أيضا. زنجور يهجم 193 نقطة، كايل يهجم 361 نقطة. استخدم عناصر، نستخدم جرعة عادية أعطيها للاعبي. كايل زخات الشهب 876 نقطة. ضربة الحشرة الصاعقة من زنجور يهجم على الوحش، يستخدم هجوم السرعة مرة أخرى على الوحش 163 نقطة. كايل يهجم، ضربة الحشرة الصاعقة من زنجور، الصليب الماسي الوحش يستخدمه يهجم علينا. هجمة قوية، نستخدم عناصر مرة أخرى، مسحوق الحياة أيضا مرة أخرى. زنجور يهجم، انفجار متجمد من الوحش مرة أخرى، هجوم قوي الصراحة من الوحش، مسحوق الحياة مرة أخرى. كايل يعطي جرعة عملاق لزنجور، هجوم الجهد العالي من زنجور، يشحن نفسه، يعد نفسه لحالة الهجوم. زنجور يتضرر من قبل الوحش كثيرا، الوحش ما زال غاضبا ويهاجمنا بقوة. سنستخدم عناصر أيضا مرة أخرى، مسحوق الحياة. زنجور يهجم، انفجار متجمد مرة أخرى من الوحش، تضررنا بشكل كبير من الوحش، هذه مشكلة. استخدم مسحوق الحياة برضو مرة أخرى. قوة طبقة السم من كايل، إصابة الوحش بالتسمم، هجوم السرعة ينتصر زنجور، والوحش يهجم مرة أخرى علينا. كايل يهجم، سنستخدم مهارة الركوب أصدقائي، مهارة الاقتران، نهجم على الوحش. ضربة الجهد 609 نقطة فقط، نختار وحوش، نبدل الوحوش. نختار لاكاريوس أصدقائي، نرى قوة لاكاريوس مع هذا الوحش. استخدم هجوم السرعة، ولكن الوحش أسرع منا، تمت هزيمتنا في هجوم السرعة. هذه ضربات حاسمة من كايل، لاكاريوس يهجم، كايل يهجم أيضا، الوحش متأثر بالسم. اختار هجوم التقني أصدقائي، سخات الشهب من كايل مرة أخرى 859 نقطة، 158 نقطة لعبنا، 188 نقطة من لاكاريوس. نزال أنفاس النار، تدوير مع لاكاريوس، حاول أن ننتصر 153 نقطة ولاكاريوس انتصر. لاكاريوس أقوى من الوحش، كان هجوم التقني مرة أخرى، تعادل مع الوحش. لاكاريوس يهجم أيضا، جمعنا طاقة، نستخدم الركوب، مهارة الاقتران أصدقاء مع لاكاريوس، ونهجم على الوحش. الانفجار الرعدي 809 نقطة، يكون لاكاريوس هو أقوى واحد ضد هذا الوحش الجليدي، عشان الكهربائي 158 نقطة أصدقاء، 199 نقطة لاكاريوس. أكمع علوية من الوحش، هو 206 نقطة، أثر كثيرا لاكاريوس. حسنا نستخدم جرعة عملاقة أصدقائي، نعطيها لاكاريوس، يستعيد كامل طاقته لاكاريوس. كان يعطينا ايضا طاقة 90 فقط، 89. طلقة القوة من كايل، استخدم عناصر اصدقائنا، استخدم مسحوق الحياة مرة اخرى. لاكاريوس يهجم، المواجهة المجمدة مع الوحش، وحش غاضب جدا. استخدم عناصر اصدقائنا، استخدم سخام الحياة، سرعة طلقة القوة من كايل، انفجار متجمد من الوحش مرة أخرى، ويتضرر الجميع، ناسف البلازما من لاكاريوس 191 نقطة، طلقة القوة من كايل. سنستخدم عناصر مرة أخرى، مسحوق الحياة مرة أخرى أصدقائي، نعالج الجميع، لاكاريوس ولعبي، مواجهة متجمدة من الوحش مرة أخرى، تعادل لاكاريوس مع الوحش. استخدم عناصر أصدقائي مرة أخرى، مسحوق الحياة مرة أخرى،
حتى لا نفقد أحد قلوبنا. زخات الشهب من كايل 855 نقطة، طلقة القوة من كايل، هجمة قوية من كايل 71 نقطة فقط. هجوم التقني، نهجم على الوحش. كايل يهجم 258 158 لاعب، ينتصر أخيرا لكاريوس 276 نقطة. الوحش غاضب جدا الآن، ونستخدم مهارة الركوب أصدقائي ومهارة الاقتران ونستعيد الكثير من طاقة ال اتش بي. وها هي الانفجار الرعد من لكاريوس 817 نقطة، يتأثر الوحش 348 نقطة من كايل. نهجم على الوحش مرة أخرى، قوة طبقة السم، يتعرض الوحش للتسمم من قبل كايل، ولكن لكاريوس يهزم هذه المرة من الوحش. حسنا، نستخدم عناصر مرة أخرى، نستخدم جرعة عملاقة نعطيها للكاريوس حتى لا يفقد قوته. تقنية غلاف السم من 454 نقطة، ويتسمم الوحش، الصليب السام من الوحش يهجم علينا بشكل. حصلت على ميدالية موسوعة الوحوش مبتدئ، وانتصرنا أصدقاء الوحش. تعامل مع الأمر، نحن لا نوقف هذا التحقيق لأي شخص. 3180 نقطة أصدقاء، نحصل على نقاط خبرة من الوحش. ما هو الضوء الحفرة؟ هدوء، إلى أين هرب أولترا؟ إلى أين يمكن أن يذهب؟ هل أتخيل يا رفيقة أن النور المتصاعد من الحفرة يبدو أكثر شرا الآن بالفعل؟ يتزايد عدد الحفر، كذلك كثافة الضوء. إذا أمكن لوحش فعل هذا كله، فمن المنطق أن أقول أنه بدأ بالفعل، وهذا يعني أننا في مأزق يصعب الخروج منها. أجل علينا أن نجد هذا الشيء، الوقت ينفذ منا. كايل، حسنا، كان هناك وحش تتخذ ألسنة غضبه، ولكن لا توجد علامة على من يختبئ بالحفرة. إذا لم يكن هنا أيضا، ما العلاقة بين ضوء الحفرة والوحوش؟ معذرة، ماذا؟ أصبح الضوء أكثر كثافة الآن، ويبدو أن رد الوحوش أصبح أكثر عنفا. هذا مضحك، كنت أفكر في الشيء نفسه. يبدو أنه في كل مرة يتغير فيها الضوء تصبح الوحوش أكثر عنفا. يبدو أن الأمر سيزداد سوءا. صحيح، أليس كذلك؟ هذا افتراض سليم. يجب أن نجد وحش الحفرة قبل أن يصل هذا العرض الضوئي إلى ذروته. أنت شديد الملاحظة عندما يتعلق الأمر بالوحوش. إنه صائد وحوش بطبيعة الحال، كيف كلاما لنذهب؟ انطلقوا واد حقا مساعدتكم، لكن لا يمكن، إنه مجرد مساندك لنا أفضل شيء على الإطلاق، ليس كذلك يا رفيقي؟ قبل أن تذهب لاحظت شيئا على الأثر. صحيح، ذكرت هذا من قبل، ما هو ذلك الشيء؟ يبدو أن وحش قوة حياته يتلاشى أكثر وأكثر في كل مرة يحارب فيها وحشا ذو أشعة متقدة. ماذا؟ هل تقصدين أن عمره أصبح أقصر بسبب هذه المعارك؟ عليه أن يحد من قوته في القتال، هذا له ثمن مؤكد، إلا وهو قوة حياته. لا يمكن أن يكون هذا، ومع ذلك قد يستحيل إنقاذ العام دون مساعدة راسه، فما عليك سوى الاعتناء به جيدا. لا تقلق، سوف نحميه. إذا كان بإمكان أي شخص فعل هذا فهو أنتم يا رفاق. شكرا على كل شيء يا فينا. ثق في رابط الاقتران موجود بينك وبين راسه، واحرصي على حمايته. حسنا، إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم أصدقائي لمهمة تفقد الحفرة الموجودة بوادي لولاسك الصخري. ونراكم في الحلقة القادمة أصدقائي، إلى اللقاء.